ممكن تحكي لي شفوين كده عن القضية لحد ما اوصل للملف بتاعها؟ بقولك ايه يا استاذ نعيم، انت ربنا ساقك لينا لسبب، بس مش معنى ان انا جبتك هنا ان انا بجيب شغل لاخويا. لو دخلت على النت هتلاقي مدام ميس الحديدي، محمود سعد، عمرو الليسي داخلين خارجين على مكتبه، عشان بيقولوا ان اخويا اصغر واشطر محامي في البلد. انا حبيت بس اساعدك واقف جنبك عشان انت جاي من طرف الشيخ اياب. حاشا لي يا ست سلطانه، انا بس دماغي مقلوبه من اللي حكيته لك مش اكتر. ولا يهمك يا استاذ نعيم، اتفضل احكي. انا ليا اخ اسمه شمس، عنده مزرعه في الصحراوي، المزرعه اللي جنبه على طول بتاعت واحد اسمه مصطفى. مصطفى ده مهرب قديم ومعروف، وفي نفس الوقت مسنود على مجرمين تقال قوي، تقدر تقول على مستوى دولي. في يوم من الايام الله اعلم كانوا خاطفين افارقه من اللي بيهرموهم على اوروبا. دي الحادثه بتاعت تفجير العربيتين صح؟ انت سمعت عنها؟ اكيد سمعت عنها، ده راح ضحيتها ناس كتيره. يعني الموضوع كبير، مبلغ ال50,000 ما هي صدقه كبيره بالنسبه اللي انا مريت بيه انا واخويا. هو ملف القضيه فين؟ ملف القضيه هيكون عند حضرتك. بس كان الحقني يا اختي. في ايه يا كريم؟ الحكومه واقفه تحت وقفشه في الواد جابر وعايزه تاخده معاها. انت بتقولي ايه؟ او النبي اوعي تعالي.